شرفت بمقابلة السيد رئيس الجمهورية وتطرقنا عدة مواضيع، وأساسا وضعية الاقتصادية والاجتماعية تونس. تحدثنا على الإمكانيات المتاحة لنا حتى نرجع الأمل للمستثمرين ونعاون المؤسسات لإعادة النمو. تحدثنا زادة على أهمية دور تونس في الصعيد العالمي، حضور تونس في الجي 20 كومباكت، حضور تونس في المؤتمر الفرنكوفونية، السومي العرب اللي سيلتئم في تونس في 2019، وشغل الاتحاد وفكرة تكوين لوتيكا انترناسيونال حتى تشارك في جلب الاستثمار و الدفاع على تونس كوجهة اقتصادية وجهة استثمارية. عندنا زادة برنامج في الصعيد الوطني، عندنا برنامج باش نحسوا كل العائلات باش يكون فيها على الأقل مشروع في كل عائلة، مشروع استثماري، مشروع اقتصادي اللي نجم يعاوننا على خروج تونس من الوضعية الاجتماعية الصعبة.